وصلنا على وجهتنا الأساسية يلي هي إهدن، مثل ما كنت خبرتكم أول الحلقة، وصلنا عند الكرزات ووصلنا عند سعيد يلي هو مختص بهذا المحل. خليني بلش خطوة خطوة. أول شيء نحن موجودين بإهدن، تصور كلكم مشاهدينا بتعرفوها، إهدن من المناطق السياحية الجبلية الأهم والأجمل بلبنان، أو من الأجمل لما يزعلوا المدن والبلدات التانية، وهيدي المنطقة بالذات معروفة بمطاعمها وبأكلها. فتخيلوا مونتها وتخيلوا تراثها وعراقتها لهيدي المنطقة قدي أنتجت من مونة، وأنا موجود هلأ حد هالنملية اللي اليوم بدنا نعبيها، ومثل ما قلت لكم حد سعيد. سعيد قصته حلوة مثل كتير قصص خبرناكم عنها قبل، استثنائية هيدي القصص. يعني سعيد مثلا سافر بعمر 18 سنة على أستراليا، قبل 18 سنة سعيد صح؟ 18 سنة راح على أستراليا، رجع إجا على لبنان وقرر أنه يفتح مشروعه هو وولاد عمه، اللي هو المشروع يلي نحن موجودين فيه هلأ، اللي هو حد الميدان إلى جانب الميدان دغري بإهدن، الميدان دغري تحتنا هلأ، حد هالساقية المي الحلوة يلي عم نسمعها، وتحت هالشجر شجرة الجوز. شو بدي قلكم، محل رائع. سعيد عفوا على الإيطالي بالمقدمة، بدي رحب فيك. ميرسي، اهلا وسهلا فيكم انتو. اول شيء بمشروع كرز إهدن يلي هو اتس جيست هاوس، بيت الضيافة. كرز صار له تقريبا 1 year عمره سنة. نحن في ريليتيفز قريبين ببعضهم بعض، كازنز، وفتحنا هالجيست هاوس وعم نجرب نشوفه العالم يلي موجودة بالضيعة أو برات الضيعة، على تراثنا، على الهيريتج تبعنا، على الأكل يلي مناكله، وعم نجرب قد ما فينا حتى نساعد المؤسسات الصغيرة يلي عم تبلش بالضيعة، من نسوان يلي عم تعمل منتوجات مونة، من شباب عم بيعملوا قصص للبيت، بيكري يعني باتيسري، وهالقصص كلياتها. صحيح، يعني مثل ما عم نشوف من المحلات القليلة اللي منلاقي فيهم نملية عند سعيد هون. شوفوا هالنملية الحلوة، خليني خبركم، مثلا زيتون مع لبنة، حر مع لبنة، زيتون مع جوز، تين مطبوخ، فريز مربى الفريز، مربى الفريز، هيدا زهرة الزعتر، بدنا ندوقه بعد شوي. حلو كتير دوقه. أكيد البصفير، دبس العنب، يعني كل هالشغلات شغلة كتير مهمة. النملية مشاهدينا، أنا بدعي الجميع، يعني دايما برنامجنا اسمه العودة إلى النملية، بدعي الكل لأنهم يجيبوا النملية، فين يوصوا عليها من نجار، فين يروح يشتروها، فتشوا ليه، لأنه كتير مهمة بأيامنا هيدي. ما في براد، بدنا نعمل أكل ومنتجات جديدة، خلصنا بقى من مرحلة اللبنة والجبنة بنحطهم بالبراد وبينتزعوا كذا وإلى آخره، بدنا نفتش كيف نعبيها، مثل ما دايما منقول كرمال صحة أفضل، كرمال توفير على الجيبة، وكرمال الديمومة للبنان، لبلدنا يلي نحن مشان هيك موجودين اليوم سعيد عندك، لنشجع الصناعة والزراعة والسياحة الوطنية اللبنانية، لأنه نحن عنا كتير بوتنشلز، عنا كتير قدرات، وعنا موارد لها. صحيح؟ أكيد أكيد أكيد. والكل بيحب يشتغل من المنتجات اللي عنا إياها، يعني صحيح. حتى الطرش مثلاً، الماعز والبقر وهيك، خصوصاً عنا بالجبل هون بإهدن بنعمل جبنة ظرفية كمان، هلأ بيكونوا عم يبلشوا يعملوا منها لمشان العالم تشتري منها بأواخر الصيف، مشان يحطوها بإطراميس كابيس، حتى يحطوهم مثلاً بالبرادات أو أساس هيك، مشان يأكلوا منها بالشتوية. يلا إن شاء الله، إن شاء الله بنعمل دايماً، نحن كل حال عم يكون شيء جديد. يا أهلا وسهلا. اليوم يعني بما أنه عم نحكي حساب هيدا الموضوع، نحن موجودين بإهدن. ليه موجودين بإهدن بالذات اليوم؟ لأنه بدنا نحكي عن الكرز. الكرز هون معروف، هيدي الشجرة معروفة بإهدن، في منها كتير بيتكلوا عليها من زمان المزارعين وأهالي المنطقة هون بمعظم إنتاجاتهم. والكرز لتشاري، شو بدي أقولكم، يعني من أطيب الفواكه بالعالم، بيحلموا يكون عندهم كرز مثل كرزنا الموجود هون. واليوم حلقتنا خصوصا عن هيدا الكرز، شو بدنا نقعد، كيف بدنا نطوره ليوصل للمونة، لنأخذه على النملية، لنضيفه للأكل، وكتير شغلات. شاف سعيد بده يخبرنا اليوم عن هذا الموضوع بالذات. سعيد بدنا نبلش بالمربى، صحيح؟ يس. خبرني. المربى نحن من فق الكرز، من نشيل العجوة منها، منرجع من نطبخها شوي تمشان ينزل منها شوي زوم، ومنضيف عليها السكر. اوكي، هي المربى بس بدها ثلاث انجريدينتس لها،
يلي هو الكرز وسكر وحامض. حامض الليمون أو حامض الليمون أو حامض الطازة. الحامض الطازة إيش بيعمل فيه؟ مثل ما بيقولوا هو السحر للمربى، حي لنوع مربى. ليش؟ لأنه هو بشد السكر مع العصير المربى الفواكه اللي عم نستعملها. عرفت علي كيف؟ لا يتحول لمربى. لا يتحول لمربى، مزبوط. صح، لكن الكرز مادة جديدة، مذكرين الفريز، مذكرين أكيديلي، مذكرين كله بينعمل نفس الشيء. سعيد حابب اليوم نعصر معه ليمون وإلى المربى، خلينا نبلش. نار نقلناه لجوا لنستعمل هيدا الغاز. لفتني موضوع الكرز، حطيته دغري بلشت تغليه، يعني من قبل نحن الفريز وهيك كنا نتركه شوي مع السكر لينزلوا مياته، بنرجع بنغليهم واخر شيء بنضيف عليهم حامض. خبرني انا ما عملنا هيدا الشيء لانه بدء الكرز بده شويه حماوه مشان ينزل منه الزوم. عرفت علي كيف؟ وبتغليته مشان يزوم مزبوط بقلب الطنجره، ورجعنا ضفنا عليه السكر لانه الطريقة غير عن هدوليك الفواكه. عرفت علي كيف؟ that's it يعني pretty much. وزدنا يعني معك يعني الريسيبي هي انه كل كيلو كرز تقريبا حطينا بين 600 او 700 جرام سكر حسب هي انت وعم تطبخ قديش نزل منها مي زوم طبيعي. عرفت علي كيف؟ وبالاخر عصرنا حامض عليها. الحامض مثل ما قلت انه هو بجمدها للسكر والهيدول كلياتهم مشان يصير في عندنا مربى. اذا هيدي اليوم الكرز، لكن غير شوي طريقته انواع المربيات الثانيه اللي عملناها، بلشنا بالغلي يعني دغري حطيناهم وبلشنا نغليهم. هلا بدنا نعمل شيء اسمه كومبوت. اوكي، رح يخبرنا هلا بشوف الكومبوت في اكثر من شغله بنقدر نستفيد منه. كمان موني تانية هيدا عم نعملها اليوم مهمه جدا، يعني هيدي موني بتهدي سنين سعيد مثلا. هيدي هي من هديك السنه. من هديك السنه. yes. اوكي لا ما رح ذوق هلا. ايه بس ان شاء الله. ايه فرجيوني اياها. اوكي، لانه هيدي بالعجوه، في ناس بتشيل العجوه وفي ناس بتترك العجوه بقلبها. اوكي اوكي، اذا شلت العجوه انا بلاحظ انه بتستوي اسرع، بتهلط هلط. بس اذا تركنا العجوه بقلبها بتضلها لمده اطول. ايه وبتضلها مزبوط مزبوط. عرفت علي كيف؟ هلا شو بدنا نعمل لنعمل كومبوت؟ يعني شو بدنا نعمل لنعمل كومبوت؟ اول شيء بدنا انه التراميز يكونوا معقمين مزبوط وهالقصة كلياتها. الكرز شايلين من العقوص اللي نحن بنقلها. بنرجع ما نعمل سكر مع مي. اوكي، مثل سيروب. يعني مثل القطر يعني. مثل القطر مزبوط، بس ما بنشده قد القطر. اوكي، ما بنحط له حامض تمشان ما يصير قطر، تمشان ما يشد زياده. اوكي، سو نحن بنحط مي وسكر بنغليهم، بس تبلش تغلو نرجع بنضيفهم على القطراميز. وبس نخلص نضيفهم على القطراميز بنقلبه قلب تمشان يطلع منه الهواء، وبنرجع بنضيفه على طنجره كبيره وبنغليها. ليش بنغليه؟ تمشان يسحب كل شيء فيه هواء من قلب القطرميز، تما يعيد فيه بقلبه هواء، تمشان يضبط ضبط مزبوط. عرفت علي كيف؟ بالزمانات كانوا يحطوا هي الجلدي مثلا عند القطرميز. عرفت علي كيف؟ ومع هيدا كانوا يغلوا كمان. هلا ما عاد في كثير من هيدول القطرميز، سو استبدلوهم بهيدول القطرميز، كمان بيعملوا زيت الشغله كمان. أوكي. الى الكومبوت. يلا. خلينا نبلش.
خلصنا الكومبوت، شفتوا تقريبا. سعيد خلينا نرجع نعيد للمشاهدين تقريبا أكيد. شو عملنا اكيد سو مثل ما شفت عبينا الاتراميز كرز ورجعنا عملنا نحن مثل قطر سكر ومي غليناهن ورجعنا بلا حامض بلا حامض اكيد رجعنا ضفناهن على الاتراميز اوكي رجعنا قلبناهن طلعنا منها ايش في هواء ورجعنا غليناهن بقلب المي تقريبا شي ربع ساعه ثلث ساعه تمشي انت بتسمع وقتها بالقلب الطنجره في مثل تك بتك بس التك يعني ضبط الاترميز طلع منه كل الهواء اوكي بنرجع رجعنا شلناهم وطبيناهم على وجه على الوجه تمشين يطلع اذا في شيء ونتركه تقريبا لتاني نهار تاني نهار فينا نبلش نستعمله لا نتركه لتاني نهار نرجع بنرده بالنمليه بده تقريبا شي جمعتين ثلاثه تمشين يكون نظبط مزبوط وصحتين على قلبك عظيم شغله مهمه هلا بتشوفوا الكومبوت بكم شغله تستعمل باكثر من شغله بنتركهم للاخر نوعين مون اليوم عملنا حب سعيد اليوم يخبرنا كمان عن الكرز بما انه اليوم حلقتنا عن الكرز اساسيه كفته مع كرز مزبوط اوكي هيدي خبريه حلوه جديده وانت بتحب اللحم كثير انا بحب اللحم كثير تعلمنا غنيه جديده وفظه لانه بتشبهني بتشبهك اكزاكتلي طيب لكن الكفته خبرني هيك شوي عن هذا الموضوع بتلبق الشاري مع اللحمه مع الكفته كثير مع اللحمة. يعني في حتى عده انواع من اللحمه بيروح مع الكفته مثلا بيروح مع الكرز سوري مثلا اللحم اللي عندك البورك الخنزير مثلا كثير بيروح له شي سويت الكفته كمان بيروح مع شي سويت مشان ما يكون كثير ناشف عرفت علي كيف هيك ليش بيزيدوا عليها اساس سويت حلوه تمشان طعمها زياده وبتغير لها طعمتها كمان بدل الدبس رمان بالعالم صح. كل الوقت كل شيء دبس رمان وهيك هلا صرنا لمرحله انه الناس عم تتفنن وفي قصص كثير عم تمشي يعني مع الاكل كمان وفار اكزامبل اللي هو الكفته مع الكرز صحيح كنت خبرتني عاملين ليكير بالكرز هذيك السنه عملنا ليكير بالكرز وكثير طيب كثير طيب كثير طيب اوكي عظيم شغله ثانيه عصير الكرز بينعمل عصير من الكرز بينعمل عصير من الكرز بس بدك كميه كبيره يعني من الكرز بينعمل عصير مثل الرمان كمان عصير الرمان أوكي. فيك تعمل يعني كل شيء مهم بس بده كميات كبيره كميات كبيره بتصور العصير هينه يعني خبريته مزبوط. مفترض بس مزبوط. انه ينعصره مزبوط ينعصره وفيك تغليه شوي على المي وتحط له شويه سكر اذا بدك تعمله يعني شوي شديد يعني مثل عصير التوت وقت بنعمل توت تضربه مع مي مزبوط تعمله مع مي صحيح. اوكي عظيم لكن الكفته اذا بدنا نخبر المشاهدين الكفته مثل ما هي كفته مثل ما هي مع بقدونس وبهاراتها وكلياتها وبنرجع بنعملهم طابت اوكي وبنقليهم مع شويه زيت وبس يكونوا تقريبا وصلوا للنص ما بدك تكتر قليتهم انت مشان ما ينشف اللحمه بنرجع بنزيد عليها الكومبو يلي عينه نحن هيديك الزوم الزوم الكومبو وحتى فيها نحط كم حبه كرز بقلبها بتطلع تعمل زياده كثير طيبه اوكي هي اوكي هي هي بدك تساعدنا ردي وختاما مسك
وكرز اليوم بإهدن. بلشنا نهارنا بصغرتها كبة بتجنن كتير طيبة يا جماعة، وشفتوا قديه هينة، وهلأ عم ننهي مع الكرزات. سعيد اليوم علمنا شغلات بتجنن بالكرز. إهدن مدينة وبلدة ومنطقة رائعة جدا، بناسا بطيبة ناسا وبشوارعها الحلوة وبأرزاتها الحلوين. تحية لكل أهل إهدن. سعيد شكرا، يعني اليوم تشكيلة عملنا ركزنا على الكرز أنا وياك. أكيد yes. ما سمح لنا الوقت نعمل، كنا ناويين بعد نعمل كم شغلة، بس هلأ بتشوفوا مثلا الكومبوت كم شغلة بنقدر نستعملهم فيه. عملنا نوعين مونة لليوم، عملنا شوية لحومات يعني بمعنى كبة، ورجعنا عملنا كفتة مع الكرز. بس بدنا ندوق كمان كم شغلة إضافية. كنت قلت لكم كنا عم نبرم على النملية، النملية الإهدنية هيدي النوع المونة اللي بإهدن تنعمل، عديت لكم إياهن بأول ما وصلنا على إهدن. رح بلش بعد إذنك سعيد. فضل. دوق يلا. ومحمس كثير كنت دوق مثل العادة، هيدا أجمل بارت عندي، والمشاهدين كلهم بعرف قدي بينطروا. شو بتنصحني بلش؟ بلش كرز كفتة مع كرز. أوكي، كفتة مع كرز، يعني فوتنا طعم الحلو هيديك عبر الكومبوت. انت قلت لي في ضرب عينه على وحده يس. yes. ريحتها رائعه. طيبه مثل كانه راكبه على القد مع الكفته. مزبوط، يعني يلي بحبه طعم الحلو مع اللحمه بيلبقوا مزيج رائع. اصلا الريحه كانت ممتازه صحتك. هيني كتير بنصح الكل يعملوها. هلا موسم الكرز، شويه كفته مقليه اكزاكتلي هيني الخبريه. كومبو الكومبوت شفتوا قد ايه هيني خبريته، بينحط مع كتير شغلات صح. مزبوط. سعيد مزبوط مزبوط، من بيناتنا الكفته فيك تعمل منها وكذا شغله، يعني غير كذا شغله بلس اي ثينك بالسويتس بالسويتس بالباتيسري بالكذا. اكيد اكيد بالتارت مش كتير مستوية. طيبة كتير. طيبة. يعني فيكم تستعملوها حتى عبالكم شي حلو بعد الأكل. شغلة طيبة على فكرة، صرت بالع 20 عجبة يمكن. ما عم بلاحظ أنا ما عم بتكب بزرة بس عم تبلعها. مشاهدين يقولوا هلأ مش زبطة ففضل ابلعها. ايه صحتين. أوكي. المربى بعد شوي سخنة. بس رح اتركه للآخر. المربى لأنه دايما يعني هيدي مش أول مرة بتصير معنا. المربى بعده سخن، بعدنا هلأ شلناه، بعد شوي بنحطه بالمرطبان، لازم يبرد شوي لنحطه بالمرطبان. فدايما عم نحط المونه والمربيات بالزيت بالصحن لندوقهم. رح اتركهم للاخر اكيد نتحلى فيهم. هام اكزاكتلي احدى انواع المونه اللي بتنعمل بكثير ضياع، وبيناتهم اهدن بالحر وفي لبنه. اوكي شوفوا شيفه باكثر من محل. رح دوق من اهدن. قلت لك حبه كاري كفتة مع طيبة تطلع. الكبسة بين اللبنة والحار تعطي هيدا كمان المزيج أطيب ألف مرة من ما نحط حار مع اللبنة. مزبوط مزبوط من حار. والشغلة الأخيرة ليكا لفتتني كتير، زهرة الزعتر بسموها هون. أكيد ما نعملها شي حلقة نتعلم عليها. عملنا حلقة عن الزعتر، رح دوقها هيك بسرعة بلا زيت بلا شيء. عندك فكرة شو فيها؟ هيك فلوك خبرني. فيها حبة البركة، زهرة الزعتر الأخضر البري، وسمسم وسماء. طعمة برية فيها، طيبة كتير أكيد، جبلية كتير صح. البرية كلها مزبوط طعمها طبيعي. مزبوط. أوكي الجام بالآخر المربى في المرعى هوني. سمعتوا؟ الوطة صوت على كل سخنة. واو شوفوا المربيات شو هينين وشو عم يكونوا طيبين. كل مرة كل مرة عم نقي فواكه الموسم نعملها. يعني لهلا ما بدي بقى اطول لانه علي وميسا هلا بلشوا يعيطوا علي، بس فينا اكيد انا صرت معبي شرف كله مربيات. ما في اهين منهم، ما في اطيب منهم، اطيب من زليار شوكولا ما بعرف شو بدي عم نشتريه من السوق المصيبه. سعيد انا بدي اشكرك قبل كثير قبل قبل قبل
جيت على اهدن بدك تشرب عرق. حق علي مش علي. احنا بتقولوا كل حلقه بفوت العرق. وقبل هذا كله بنشرب بيك عرق غير يعني. هذا عرق عادي كلنا بنشرب منه، بس عرق اهدن مش عرق عادي. عرق اهدن كمان عرق شكل ولو بس فينا نكسره تنعطيه فليفر، يعني طعم غير. الكومبو السيروب تبع الكومبو هيدا شغله جديده بقلبها. اوكي ريدي. صار لونه هيدا اول نوع عرق بيكون لونه هيك بشربه بحياتي، رح ندوقه. ريدي تشيرز. اهلا وسهلا فيكم باهدن. ثانك يو كثير. صحتين. كاسك. يا اهلا وسهلا. كاس اهدن. وان شاء الله كل حلقه نقدم لكم مثل العاده ماده جديده. مشاهدينا الحلقه الجايه بمنطقه جديده، نوع مون جديده، ما ننسى